والله يدم دي زيموسيون كبار برشا الحقيقه، شعور بفخر كبير، بفرحه كبيره انه الواحد صحيح بدا الميدان كصحفي ككرونيكور. طبعا درجت انا من سنه 2006 بدايه من تجربتي في قناه حنبال، درجت في عده معناتها وسائل اعلام، فيها السمعي فيها البصري. قبل كنت حتى كانت عندي بعض الكتابات في بعض المواقع. اليوم هو قرار الحقيقة بتاع توجه جديد، بتاع ربما فكرة جديدة بالنسبة لي أنا، تجربة جديدة مع الحقيقة مع النادي اللي نحبه منذ الصغر. أكيد نعرفه آدم، راه ما فماش شكون اليوم إعلامي ولا صحفي، أبريتو الإعلامي والصحفي هو في آخر الأمر مواطن أكيد، والغرام يبدأ حبك النادي، وكل واحد فينا عنده نادي يحبه من الصغر نتاعو. دونك فرحة كبيرة، فرحان برشا وشرف، شرف كبير برشا انه اليوم نكون مشرف على الاعلام وناطق رسمي لشيخ الاندية التونسية. مسؤولية ماهيش سهلة، مسؤولية لازمها برشا خدمة، برشا جهد، مسؤولية لازمها تضافر جهود العديد الاطراف، معناتها مكونات النادي الكل لازمهم ينجحوا ان شاء الله المشروع الاعلامي بتاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي الحقيقة اسم كبير، صورة كبيرة الترجي الرياضي التونسي في تونس عربيا وافريقيا. اليوم الاكيد انه من حق جماهير الترجي تطمح انه جانب الاتصال والتواصل المعلومة تكون زادة حاضرة ديما عند الحباة والجمهور اللي متعطش برشا انه يعرف ديما اخبار النادي متاعه والفريق متاعه. شو الاعلامي والصحفي او الكرونيكور اكيد عنده جمعيه، اكيد من حق واحد من كل واحد معناتها في الميدان نتاعنا انه يكون عنده جمعيه، ينتمي لجمعيه، يحب جمعيه. لكن الاهم من هذا ادم انه الانسان والاعلامي والصحفي لازم يحترم الناس ويحترم كل الجمعيات ويحترم كل الجماهير. واليوم حتى وانا في الموقع هذا وخذيت المنصب هذا نتاع الاعلام في الترجي الرياضي التونسي والناطق الرسمي في الترجي الرياضي التونسي، اكيد باش نقعد ديما نحترم الجمعيات الكل، ديما نحترم الجماهير الكل، ديما نحترم الهياكل الكل. اكيد عندي رساله لازم نوصلها وقت اللي لازمني نكون حاضر للدفاع على حقوق النادي اللي ننتمي له، على حقوق النادي اللي اليوم نشتغل فيه، على حقوق النادي اليوم اللي نمثله، اللي اعطاني اليوم امانه كبيره هي ان نكون ناطق باسمه. اكيد باش ندافع عن النادي نتاعي في حدود معناتها الادب، في حدود الاحترام، في حدود اللياقه. صحيح مانيش باش نتوانى ان يكون موجود طبعا مع الهيئه المديره، مع بعضنا نحدوا اكيد الشيء هذايا، لكن في المقابل مش معناتها اني ما نحترمش الناس. اكيد هذايا لازمني نحترم كل الفرق، نحترم كل الجماهير، نحترم كل المسؤولين، كل الهياكل. في المقابل زاد الناس هذيا لازمها تحترم كل مكونات الترجي الرياضي التونسي، كما نحترم الاعلام. اللي انا كنت اليوم زاد واحد من الاعلاميين نحترم كنادي كممثل الترجي التونسي، لازمني نحترم الاعلام. في المقابل نطلب من الاعلام اكيد انه زاد يحترم الترجي الرياضي التونسي. وهذه العلاقه كيفاش لازمها تكون؟ راهو علاقه احترام متبادل، موجودين نحن ان شاء الله معناتها مع وسائل الاعلام كل ما تقتضي الحاجه انه نعطيه معلومه، نصحوا معلومه، نتعاملوا مع بعضنا في حدود اللياقه، في حدود الاحترام المتبادل. والله الاتصالات بديت عندها مده، بديت عندها مده الاتصالات، لكن الحقيقه انا معناتها ظروفي الشخصيه والمهنيه الحقيقه استصعبت شويه الامر في البدايه، خاصه انه مهمه مش سهله، المهمه مش سهله، مهمه معقده معناتها. والجماهير تاع الترجي التونسي انتظاراتها كبيره في جانب الاتصال والتواصل. وانا كنت الحقيقه حتى كي كنت كرونيكور في الفتره الاخيره حكينا برشا على جانب الاتصال والتواصل في الترجي الرياضي التونسي، الجانب نتاع المعلومه اللي ماهيش موجوده برشا، جانب انه نلقاو معلومه في بعض الصفحات اللي ماهيش ما تمثلش الترجي الرياضي التونسي. صفحات اكيد تحكي باسم الترجي الرياضي التونسي لكن ماهيش الصفحه الرسميه تاع الترجي الرياضي التونسي، ماهيش الترجي بلس. لكن في الحقيقه من بعد موضوع 10 ايام هكاك اتصل بي السيد حمدي المدب، قال لي راهو عندنا ثقه كبيره فيك باش انك تنجم تصحح الاوضاع، نعرفوا القيمه نتاعك المهنيه الاخلاقيه والاحترافيه. دونك قال لي يسعدنا برشا كان تنضم للعائله نتاع الترجي الرياضي التونسي كناطق رسمي
ومشرف على الاعلام الحقيقه يكلمك شخص في قيمه حمدي المدب حتى من الناحيه الاخلاقيه، معناتها صعيب انك ترفض، معناتها حتى من نقولوا نحن ماخذت خاطر في شخص في قيمه حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي، ما كنتش وقتها الحقيقه نجم نرفض الطلب هذاك. ما حكينا راهو في حتى شيء، في حتى شروط، معناتها تقريبا ما حكينا في حتى شيء، ونجم ناكد لك حتى لتوا معناتها تقريبا ما حكيناش في الامور الماديه. هو كان اتفاق معنوي تجسم البارح على ارض الواقع من خلال البلاغ تاع الصفحه الرسميه والتعيين الرسمي نتاعي على راس لجنه الاعلام في الترجي وانا تقرص. شو الترجي تقريبا شو معناتها راهو من النوادي المعروف للقليل الخبر وين كان يخرج فيها الترجي الرياضي التونسي. هي سياسه قد تكون عندها بعض الايجابيات او بعض السلبيات. لك اليوم ادم مع المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الانستغرام الناس تبحث عن المعلومه، صحفيين تبحث المعلومه، الثقافه اصلا تبدلت، الثقافه الصحفيه الثقافه الاعلاميه ما عادش احنا ديما المعلومه ولات هي اهم حاجه. معناتها انت تلقى حتى في الـ في الـ في الراديو في التلفز ديما المعلومه اصبحت مهمه، ما عادش ندخلوا حتى في العمق نتاع المشاكل. البرامج اليوم بصفه عامه في التلفز في الراديوات الاعلام الالكتروني اصبحت تقوم على المعلومه. اليوم دونك انت كي مش تعطي المعلومه باش تكون واضح مع الجماهير نتاعك، معلومه راك مش تلقاها في بلاصه اخرى، وربما تلقاش معلومه، تلقى اشاعه اللي تكبر وتولي معلومه ويتبنى عليها العديد من الاشياء اللي قد تضر من مصلحه الفريق ومصلحه النادي. هنا نحكي بصفه عامه. دونك الحقيقه اليوم انا نتصور صار التغيير وما زال باش يصير تغيير في الترجي الرياضي التونسي، المعلومه تولي موجوده خاطر من حق الجماهير، الجماهير الترجي خاصه تعرف شنو هو موجود اليوم في الترجي الرياضي التونسي. طبعا تقعد ديما فما بعض الخصوصيات اللي تقعد لداخل وخاصه بالنادي، وهنا تتقيم مع الهيئه المديره شنو هي الحاجات اللي ربما نجموا نقولوها. اليوم اللي ان شاء الله باش يتبدل اكيد مع وليد قرفاله والفريق اللي معاه والهيئه المديره كذلك، كنا مع بعضنا انه نحاولوا الصفحه الرسميه تكون ناشطه اكثر، يكون فما اكثر معلومات في حصص التمارين الجديد في المجموعه، العقوبات، الاصابات، مش كان فريق كره قدم مكابر في كل الرياضات وفي كل الفئات السنيه نحاولوا نعطيهم حقهم. معناتها اليوم كي نحكي لك مثلا فرع السباحه، فرع السباحه مش معقول نلقاو عليه خبر مره في العام كي يهز الميداليات الكل ويهز البطولات الكل تاع تونس نكتبوا عليه خبر، حاجه من الحاجات اللي نجموا نحسنوها. شفت اليوم السباحه شنو عطات لتونس، الترجي شنو عطات لتونس السباحه، معناتها ميداليات بالجمله عالميه واولمبيه عن طريق ايوب الحفناوي. دونك عندها حق على علينا معناتها على اداره الترجي الرياضي التونسي رياضات الكل، معناتها نحكي لك على الجيدو، نحكي لك على المصارعه، اكيد ديما الاهتمام الكبير يكون فرع كرة القدم وخاصة كبر كرة القدم. أكيد لازمنا اليوم كي ما نلقاوش معناتها 8-10 دي مع البوبليكاسيون اللي يخرجوا في النهار أكيد راهو قصرنا. لازم الخبر يكون ديما موجود، لازم الخبر يكون ديما محين، ولازم خاصة الصفحة الرسمية لازم تكون هي السباقة، وهذا من واجبنا ومن حق جماهير الترجي علينا أنه الصفحة الرسمية تكون سباقة. نستناو إن شاء الله حتى من ناحية الشكل معناتها والجرافيك إن شاء الله الصورة تكون خير، التقديم اللاعبين يكون خير. دونك باش نحاولوا نقدموا في الجانب هذا من حيث المضمون ومن حيث الشكل هذا. والله تو في اللحظه هذه حكم غينيش علينا يعاود عام زيد فان في الترجي الرياضي التونسي، عام وعام اخر بو فما فنو معناتها نجم نكونوا عامين، لكن لحد الان عام ان شاء الله معناتها نحب تقديم باهي يليق بابن الفريق وقائد الفريق غيلان الشعلالي اللي اعطاه للترجي الرياضي التونسي، ومازال اكيد انه قادر يعطي في الفتره القادمه كان ان شاء الله بقدر ربي يرجع في كامل امكانياته، باش يرجع ان شاء الله غيلان في كامل امكانياته في الفتره القادمه في الترجي الرياضي التونسي.